السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. نكمل دروس مادة العلوم للصف الرابع ابتدائي. وصلنا إلى أشكال الوقود الأحفوري. ما أشكال الوقود الأحفوري؟ صفحة 128. الفكرة الرئيسية للوقود الأحفوري أشكال مختلفة. هنا في هذا الدرس راح نوضح أشكال الوقود الأحفوري، مثل الصلب، بعضها صلب كالفحم الحجري، والسائل كالنفط الخام، والغاز كالغاز الطبيعي. يعني بعضها صلب وبعضها سائل وبعضها غاز. الصلب مثل الفحم الحجري، والسائل كالنفط الخام، والغاز كالغاز الطبيعي. هسه أول شيء راح نتكلم عن النفط، الذي يعد من أهم مصادر الطاقة، اللي هو النفط. النفط مادة سائلة لزجة سوداء اللون، لها رائحة كريهة. هنا نعيد، النفط مادة سائلة لزجة سوداء اللون، لها رائحة كريهة. تستخرج من باطن الأرض. منين نستخرج النفط؟ نستخرجه من باطن الأرض بواسطة آلات خاصة، مثل ما ذكرنا في الدرس السابق أنه يتم حفر الآبار ويتم استخراج النفط بواسطة مضخات وآلات خاصة. وبسبب الحاجة المتزايدة للنفط ولأهميته الاقتصادية، بدأ البحث عنه في اليابسة وقاع البحار. يعني يستخرج النفط من باطن الأرض. منين هذه؟ يا أما يكون في اليابسة، يتم استخراج النفط من اليابسة، أو في قاع البحار كذلك يستخرج النفط. نعيد، النفط، النفط صفاته مادة سائلة لزجة سوداء اللون، لها رائحة كريهة. يستخرج من باطن الأرض بواسطة آلات خاصة. وبسبب الحاجة المتزايدة للنفط ولأهميته الاقتصادية، بدأ البحث عنه في اليابسة وقاع البحار. طبعا النفط له أهمية كبيرة، لأنه يعد مصدر للطاقة، وكذلك يدخل في الكثير من الصناعات. وبعد تحديد المكان المناسب للحفر، ينصب برج الحفر لاستخراج النفط. طبعا يستخرج النفط من باطن الأرض. بعد ما يحددون المكان، ينصب برج الحفر. والنفط المستخرج، النفط المستخرج من باطن الأرض، يكون غير صالح للاستعمال. يعني مو هو نفسه اللي يستخرجونه من باطن الأرض نفسه يستعملونه في الصناعات والطاقة، لا. يطلق على هذا النفط المستخرج بالنفط الخام، النفط الخام. إذن النفط المستخرج من باطن الأرض يكون غير صالح للاستعمال، لذا يطلق عليه النفط الخام. يعني النفط الخام هو النفط المستخرج من باطن الأرض مباشرة. يكرر النفط الخام، هذا النفط الخام يكرر بواسطة محطات التكرير إلى مكونات. يعني هذا النفط الخام راح يستخرجون من عنده مشتقات، اللي هي البنزين والكيروسين والديزل والغاز والإسفلت والشحم والغاز الطبيعي والزيوت. إذن مكونات النفط هي البنزين والكيروسين والديزل والغاز والإسفلت، الشحم والغاز الطبيعي والزيوت. هنا يعني هذه المواد أو مكونات النفط تستعمل في أغراض متنوعة، تستعمل في أغراض متنوعة. ينتج العراق ما يقارب 3 ملايين برميل نفط يوميا. العراق من الدول المنتجة للنفط. إيش قد ينتج؟ 3 ملايين برميل، 3 ملايين برميل نفط يوميا. يعني كل يوم 3 ملايين برميل. هذا بالنسبة للنفط. الغاز الطبيعي هو نوع من أنواع الوقود الأحفوري، وهو مورد غير متجدد، ويكون مصاحبا للنفط عند استخراجه من باطن الأرض، واحتراقه لا يسبب تلوثا للبيئة. الغاز الطبيعي كذلك هو نوع من أنواع الوقود الأحفوري، هو مورد غير متجدد. وذكرنا في الدروس السابقة شنو يعني المورد الغير متجدد. المورد الغير متجدد هو اللي لا يمكن تعويضه بسهولة، ولا يمكن الحصول عليه بسهولة، ولا يمكن تعويضه. يعني يحتاج إلى مدة زمنية لكي يتم تكوينه مرة أخرى. إذن الغاز الطبيعي هو نوع من أنواع الوقود الأحفوري، وهو مورد غير متجدد، يكون مصاحبا للنفط عند استخراجه من باطن الأرض. يعني الغاز الطبيعي كذلك يستخرج من باطن الأرض مع النفط، واحتراقه لا يسبب تلوثا للبيئة.
هسه نجي إلى الفحم الحجري، هو نوع من أنواع الوقود الأحفوري. هسه قلنا أول نوع هو النفط، ثانياً الغاز الطبيعي، وثالثاً الفحم الحجري. الفحم الحجري هو نوع من أنواع الوقود الأحفوري، وهو صخر ناعم أسود أو بني اللون، يوجد تحت سطح الأرض على شكل طبقات بين الصخور. هذه نحفظها. الفحم الحجري هو كذلك نوع من أنواع الوقود الأحفوري. شنو صفاته؟ يكون صخر ناعم أسود أو بني اللون، يوجد تحت سطح الأرض، طبعاً يوجد تحت سطح الأرض على شكل طبقات بين الصخور. ويعد الفحم الحجري مصدراً مهماً للطاقة، كذلك يكون مصدر مهم للطاقة. وهناك فحم نباتي يصنعه الإنسان بعد طمر النباتات وحرقها بمعزن عن الأكسجين. يعني فحم، أكو فحم نباتي، هذا الفحم هو الإنسان يصنعه. شلون؟ بعد طمر النباتات. في درس الوقود الأحفوري ذكرنا أنه الفحم الحجري منين يتكون؟ يتكون من طمر النباتات منذ ملايين السنين تحت الأرض، تحت سطح الأرض، تتعرض إلى حرارة وضغط بمعزل عن الهواء، راح يتكون الفحم الحجري. لكن الفحم النباتي هذا يصنع الإنسان. شلون يصنع الإنسان؟ تقريبا نفس الطريقة، طمر النباتات وحرقها بمعزل عن الأكسجين، ويحتاج إلى أيام قليلة لتكوينه. يعني هذا ما يحتاج ملايين السنين مثل الفحم الحجري اللي هو يكون طبيعي نتيجة طمر النباتات منذ ملايين السنين. هذا لا، يحتاج إلى أيام قليلة، لأن الإنسان هو اللي صنعه، هو يطمر نباتات وهو يحرقها ويكون بمعزل عن الهواء، فهنا يحتاج إلى أيام قليلة لتكوينه. ويستعمل الفحم النباتي في شواء الطعام، اللي نستعمله في شواء الطعام مثل هنا عندنا في المشويات، شنو هنا يحرقون الفحم. استعمل الفحم الحجري في القرن التاسع عشر، يعني قديما، لتشغيل المحركات البخارية في القطارات والسفن. في القطارات والسفن كانوا يستخدمون الفحم الحجري. أما في القرن العشرين فقد أصبح النفط والغاز الطبيعي المصدرين الرائدين للطاقة. يعني في الوقت الحاضر أصبح النفط والغاز الطبيعي هو اللي يستعمل في الطاقة، لأن استعمال الفحم الحجري قد ينتج كميات كبيرة من ثنائي أكسيد الكربون واللي يلوث البيئة. لذلك في القرن الحالي أصبح النفط والغاز الطبيعي هو المصدرين الرئيسيين للطاقة. كيف أتعامل مع مشتقات النفط؟ يزداد استعمال الوقود الأحفوري يوميا، بالرغم من أن مخزونه سينفذ يوما ما، لكن ما زال يستعمل في مجالات كثيرة. من يستعمل؟ يستعمل لإنتاج الطاقة الحرارية، لإنتاج الطاقة الحرارية، وكذلك في الصناعات الكيميائية. يستعمل النفط أو مشتقات النفط في إنتاج الطاقة الحرارية والصناعات الكيميائية. إنتاج الطاقة الحرارية، يحرق الوقود الأحفوري لإنتاج طاقة، لإنتاج الطاقة. هنا يحرق هذا الوقود لإنتاج الطاقة. بمن نستعمل هذه الطاقة؟ في توليد الكهرباء وتشغيل وسائط النقل المختلفة. إذن هنا أول شيء استعمالاته في إنتاج الطاقة الحرارية، يحرق الوقود الأحفوري لإنتاج طاقة تستعمل في توليد الطاقة الكهرباء وتشغيل وسائط النقل المختلفة. ثانياً الصناعات الكيميائية، تستعمل منتجات النفط في إنتاج الكثير من المواد، وأهمها البلاستيك والدهان والدهانات وإطار السيارات ومواد أخرى. يعني هنا مشتقات النفط تدخل في الكثير من الصناعات، منها الصناعات البلاستيكية والإطارات السيارات ومواد أخرى، وكذلك المواد التجميل. صار واضح؟ ينتج عن استعمال بعض مشتقات الوقود الأحفوري غازات تلوث البيئة، ومن أهمها غاز ثنائي أكسيد الكربون. ذكرنا أنه بعض أنواع الوقود الأحفوري تنتج غاز ثنائي أكسيد الكربون، وهذا الغاز هو ملوث للبيئة. لذا ينبغي اتباع تعليمات السلامة والأمن عند استعمال المشتقات النفطية في المنزل، لأن في المنزل نحن نستعمل المشتقات النفطية. شنو هذه إرشادات السلامة؟ أولاً، لا تستعمل أي من المشتقات النفطية إلا بوجود أحد أفراد العائلة. طبعاً هو خطر وسريع الاشتعال، لذلك لا نستعمل أي من هذه المشتقات إلا بوجود أحد أفراد العائلة. ثانياً، لا تقرب المواد المشتعلة من المشتقات النفطية لأنها سريعة الاشتعال. لا تقرب المواد المشتعلة من المشتقات النفطية. ثالثاً،
قرب عود الثقاب من الموقد ثم افتح صمام الغاز. يعني عند فتح الصمام الغاز اللي هو مثلا الطباخ لازم يكون النار قريبة من فتحة صمام الغاز حتى ما يتسرب الغاز. هنا أنا عندنا إذا شعرت برائحة كريهة في المطبخ افتح النوافذ للتهوية وأغلق الأسطوانة الغاز ولا تشعل أي من الأجهزة الكهربائية. عند تسرب مثلا الغاز في البيت هي شلون هنا راح نحس انه اكو تسرب غاز؟ لان الغاز برائحة كريهة فمميزة احنا يعني راح نستنشقها وراح نعرف انه مثلا اكو تسرب غاز. شو نسوي في هذه الحالة؟ اول شيء نفتح النوافذ للتهوية، نفتح شبابيك حتى يخرج الغاز الى خارج المنزل، واغلق اسطوانة الغاز. طبعا اذا اكو مثلا الطباخ او قنية الغاز مفتوحة شو نسوي؟ راح نغلقها حتى نسد او نمنع تسرب الغاز ولا تشغل اي من الاجهزة الكهربائية. يعني اي جهاز كهربائي ما نقدر هنا نشغله في هذه الحالة، لأن لا سمح الله اذا مثلا فتحنا دقمة كهرباء او اي جهاز راح يصير مثل الجدحة، وهذا قد اذا يعني وقد يسبب احتراق لان الجو بغاز، فأي يعني احتكاك بسيط يمكن يؤدي إلى الاشتعال. ونظرا لكثرة استعمالها في العديد من المجالات وعدم تجديدها في الطبيعة، لذا يجب ترشيد استهلاكها بطرائق مختلفة. طبعا هي مورد غير متجدد، لذلك يجب أن نحافظ عليه، ترشيد باستهلاك هذه المواد. شنو هنا عندنا الارشادات؟ هي اطفاء المصابيح الكهربائيه عند مغادره مكان وجودك حتى ما نستهلك كهرباء، لان احنا في توليد الطاقه الكهربائيه شنو نستعمل؟ نستعمل النفط والغاز، وهذا النفط والغاز يمكن ان ينفذ لان هو يعني مورد غير متجدد يحتاج الى مده زمنيه طويله حتى يتجدد وما يمكن تعويضه، لذلك يجب ان نحافظ على هذا المورد اللي عندنا. شلون نحافظ عليه؟ هنا اطفاء المصابيح الكهربائيه عند مغادره مكان وجودك. ثانيا استعمل وسائط النقل العام في التنقلات والحركة او السيارة واحدة لكل عائلة، يعني هنا حتى شنو نوفر في البنزين. تشغيل الاجهزة الكهربائية مثل الراديو والتلفاز والحاسوب عند الحاجة الى استعمالها، كذلك هذه من الارشادات. وجمع ابوات المواد الغذائية والمواد البلاستيكية التالفة لاعادة تدويرها، هذه هنا عندنا الارشادات اللي هي لترشيد الطاقة. وهنا عندنا هذه النقاط هي تعليمات السلامة والأمن. وهذا ملخص درسنا لهذا اليوم، بالتوفيق إن شاء الله، مع السلامة.